لنا السكرين. رمضان كريم. الله أكرم. ما بتقلبش. يلا يا ريس. الوقت. البوست كوفيد يا جماعة يعني حاجة طبعا بقالها فترة من الزمان. ماشي. وعايزين نغطيها بمعلومات حديثة وحلوة وجميلة وهتتبسطوا منها جدا. اهو بيقول لك ده الوحيد اللي كان عنده نظرة مستقبلية سابقة وثاقبة بس احنا اللي ما فهمناهاش. دي حقيقة. وهنا جايبين لك الناس بتوع القدماء المصريين اهو بتقول له مش هتجيب فلوس عشان نجيب حاجات رمضان. قال لها اسكت احسن ما احسن ما حنطك. كويس. البوست كوفيد سندروم يا جماعة. ايه اللي انا عايز اقوله فيه البوست كوفيد سريعا كده. بعض العيانين المرض ده مش مرض جديد. بعد ما بيخف ما بيخفش منه تماما. فاحنا بنسميه بوست فيرال سندروم. يعني اللي جاله إبشتاين بار فيروس بنسميه بوست إبشتاين بار فيروس. او اللي جاله انفلونزا بسميها بوست انفلونزا. او اللي هو جاله اي مرض كفيرال بيبقى بعديه توابع اسمها متلازمة ما بعد الالتهاب الفيروسي. ليه بعض العيانين بيبقوا افكتد والبعض التانيين مش عارفين ومن بعض الايام لبعض الاسابيع لبعض الشهور مش عارفين. لكن في ناس بتخف وترجع تتعب بعد 3 أسابيع أو شهر وتكمل. وفي ناس بيبقوا لونج كوفيد من البداية وانت طالع. وفي ناس بوست انتنسيف كير ويكمل. فالفكرة كلها قد إيه الدامج اللي تم. لونج تيرم افكتس اوف كوفيد ديزيز فري بات نوت ديزيز بات نوت فري اوف ذا ديزيز. يعني إيه؟ هو خف بس ما خفش من المرض. هو خف من المرض لكن لم يخف تماما. ديزيز فري بات نوت فري اوف ذا ديزيز. حلو. يبقى هنا بنقول despite their illness being over. خلاص هو خلص الكوفيد والكورونا راحت والسي ار بي نزل نورمال والاي اس ار بقى حلو والسي بي سي نورمال. لكن بيجي يقول لك ايه يا دكتور انا مش عارف ارجع لحياتي الطبيعيه. ماشي كويس. كنا زمان بنتهمه ان هو بيتدلع وبيقول اي كلام وبتاع. لا اتضح ان ليها باك جراوند. الفتيج هو اشهر عرض بيكون اثناء التعب وبعد التعب بيكمل. والديسنيا نفس الكلام. والجوينت بين والتشست بين والفيجن بروبلمز. كل دي مشاكل ممكن تقابل المريض وبعد كده تكمل معاه. لكن مين اللي قال ده يكمل وده ما يكملش وايه التفسير مش عارفين. الستات كانوا اكتر من الرجالة في البوست كوفيد مانيفستيشن. كانوا اكتر في الفيميلز. وادي اللي بالازرق دوت المن واللي بالاحمر ده الومن. فمن الواضح ان الومن كانوا اكتر افكشن. البوست كوفيد سندروم عامل زي واحد خبطته تريلا مش عربيه هيت باي تراك. وبدول بيسموهم لونج هولرز اللي هم هيعانوا لفترات طويله. يبقى العيان تعبان ومش عارفين تعبان من ايه. تمام. بدأوا يحطوا بعض النظريات. It is not known why some people recovery is prolonged. البعض بيقول ده عيان خد في العلاج بتاعه ما خدش انتي فايرال. برولونجد فايريميا او ريلابس او ري انفكشن او انفلاماتري ميدييتورز او دي كونديشننج او منتال ستيتس مش مظبوطه او كل الكلام دوت مع بعض. حلو. كل ما كان الاميون سيستم قوي كل ما كان رد الفعل بتاع البوست كوفيد عالي. زي ما بالظبط كده الست اللي يجي لها لا قدر الله بريست كانسر وهي عندها 30 سنه غير اللي بيجي لها وهي عندها 60 سنه. يقول لك قوه التيومر من قوه صاحبه. كذلك قوه رد الفعل بتاع البوست كوفيد من قوه الاميون سيستم. كل ما كان عالي كل ما كانت البوست كوفيد سيكولي عاليه. كل ما كان ويك كل ما كانت الدنيا على الهادي ومفيش اي مشاكل. لكن لو كان تو سترونج اميون سيستم هيبقى في عندي اكوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم. ويبقى في عندي سيرس اللي بنسميها سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سندروم. ويبقى في عندي السيتوكاين ستورم وتبقى الدنيا فيها كاتاستروف. كويس. هل ده ري انفكشن؟ ممكن. هل ده بريزيستنت فايريميا؟ ميبي. طلعت عليا البيبر دي حلوه قوي يا جماعه البريتش ميديكال جورنال 2021 بتقول ان اللونج كوفيد او اللونج هولرز بريزيست بياند 4 ويكس بعد شهر والعين لسه ما تصلحش. وهنا بيوريك اي اورجان كان فيه ايس 2 ريسبتور انفيدد ديورنج الانفكشن هيكونتينيو المانيفستيشن
بوست كوفيد على مستوى الهارت بقى تشست بين مايوكارديال انفلاميشن على البرين برين فوج على السبلين التي والبي لينفوسايت والبنكرياس واللنج والكيدني والجي اي تي والبلاد فيزل والليفر كل ده هيبقى افكتد. افكتد ليه؟ لان كل الاورجنز عليها الاس 2 ريسبتور اللي هي مدخل الفيروس على اي اورجن. حلو، هناخدهم بقى تفصيلا وده كلام هتتمخمخ منه بقى. ليه اللنج العيان بيجي له فيها انجري؟ فقال لك والله اول حاجه الكرونيك انفلاميشن اللي بيتم وزيادة الانفلاماتري سايتوكاينز انترلوكين 6 وانترلوكين 1 بيتا وتيومر ريكروس فاكتور الفا والرياكتيف اكسوجين سبيشيز دول بيعملوا فايبروزس خصوصا بعد استدعاء الفايبروبلاست والانفلاميشن اوف ذا بلاد فيزل يعمل لك هايبر انفلاماتري اند هايبر كواجولابل ستيت. ده اكسبلين ليه ليتر اون هيبقى فيه ريسك اوف ثرومبوزس وليه ليتر اون هيبقى فيه ريسك اوف فايبروزس اندوثيليال انجري واندوثيليال دامج وريليس اوف روس رياكتيف اوكسجين سبيشيز. ولذلك العيانين دول بيستفادوا قوي لما اديهم انتي اوكسيدنت بعد ما يخفوا ويقوم كويس. يبقى ده على مستوى اللنج. كلام جديد بقى، العيان اللي هيجي لك بريسبيراتوري سيمتومز هيبقى فيه ديسنيا وكوف ودي كونديشنينج. الديسنيا سببها بارينكيمال افكشن انفلتريشن في السي تي او ديسفانكشنال بريزنج بيسموها هايبر فنتيليشن سندروم، ودي بيبقى سببها الانكزايتي والديبريشن وده للدكاتره وللعيانين مع بعض، والكارديوفاسكولار ديسفانكشن بجميع اسبابها، والماسكولار دي كونديشنينج انه رائد وما بيتحركش وعاملين له ايزوليشن والكلام ده كله. يبقى دي الميكانيزم اوف ديسنيا بوست كوفيد واحد. يبقى الدكاترة على فكرة الهيلث كير ووركرز واخدين جانب كبير قوي في ان انت ازاي تصلحهم، لان هم من اكتر الناس اللي بقوا ايه افكتد في البوست كوفيد. حلو، العام بيكح، ولما اجي اسالك العام بيكح ليه ما تبلمش اكتيفيشن اوف ذا فيجال سنسوري نيرف ونيورو انفلاماتوري ايفنتس على مستوى البرين. نيورو انفلاماتوري ايفنتس على مستوى البرين، هو الانفكشن بيوصل للبرين؟ ايوه طبعا، مش بيخش من الكريبري فورم فاشيا ويطلع للهايبوثالاموس. ده عيانين كانوا بيسخنوا مننا وكنا بنبقى فاكرين ده انفكشن اتاري، ده لعب في الهيت ريجوليتوري سنتر وجاست ياخد امبوليك كورتيزون بيخف ويبقى اخر حلاوه. حلو جدا، يبقى ده الميكانيزم اوف كوف، والكوف يجي رقم 2 بعد الديسني. حلو، رقم 3 بقى كلام بقى خطير، راديولوجيك انفلتريشن. هقسمهم 3 اقسام، الريفرسابل ليجن وريفرسابل ليجن وريجن ليجنز اوف انديتيرميند ايتيولوجي او ايفوليوشن، مش عارف هتكمل معاه وتبقى فايبروزس ولا هتخف وتبقى نورمال. الاولاني الريفرسابل بوست كوفيد بالمونري فايبروزس اللي هو ده اللي فيه تراكشن برونكيكسز واللي فيه بريفرال هاني كومبينج، يبقى ده اسمه irreversible. لما تشوفه تبقى قلقان، وده عدده مش كتير قليل. التاني اللي هو reversible ده اللي هو جي جي او جراوند جلاس، وده هيرسبوند على كورتيكوستيرويدز والدنيا تعدي كويس. التالت ما حددش موقفه، اسمها كيرفي لينير فاسكولار ثيكنينج او سب بلورال كيرفيرينيال ثيكنينج، شوية خطوط كده هو زي ما انتوا شايفين كده هو قدراتكم هنا او هنا مع الجي جي او، ده ممكن يخف وممكن ما يخفش. اخر حاجة في الكونسيكونسز على مستوى الريسبيراتوري بعد الديسنيا وبعد الكوف وبعد الانترستيشال افكشن، في عندي حاجة اسمها ايه بوتينشال بالموناري امبوليزم، والبوتينشال بالموناري امبوليزم سببها ايه اندوثيليال ديسفانكشن، وعشان كده كل العينين دول بنديهم انتي كواجوليشن من 4-6 اسابيع بوست كوفيد، وبنبقى خايفين قوي ان العيان يديفلوب ليتر اون ايه سي تيف كرونيك ثرومبو امبوليك بالمو هايبرتنشن. وايه السبب فيها؟ نفس الكلام ريكارنت ثرومبوزس وريكارنت شاورنج عماله تقفل في الايه في البالمونري سيركيوليشن. يبقى دي اول حاجه على مستوى التشست. الهارت بيحصل فيه مشاكل، بيحصل فيه مشاكل، وعايزك تبقى فاهم بقى ادي الكارديو مايوسايت بيحصل فيها مايوسايتس انفلاميشن، عضله القلب بتلتهب ما عليها اس 2. حلو، رقم 2 بيحصل فيه عندي مشاكل في الاوتونوميك نيرفس سيستم بيعمل حاجه اسمها بي او تي اس، بتوع الكارديولوجي بيحبوها قوي، بوستشرال اورثوستاتيك تاكي كارديا سندروم، لازم تكون حافظها دي، بوستشرال اورثوستاتيك تاكي كارديا سندروم. ثالث حاجه البرولونجد انفلاميشن هيعمل لك اكسترا سيلولار ماتريكس بروتين ديبوزيشن وهيزود لك الفايبروتيك تشينجز، فالعضله بتاعه الهارت تبقى ايه كومبليننج. حلو،
تبقى بعافية يعني، يبقى دي مشاكل الهارت. تقول لي ده مش كده وبس، ده في بيبرز كتيرة اتكلمت على الكارديو فاسكولار افكشن، وبيتكلموا بقى الكلام ده خطير جدا على مستوى الاي ار جي. بيقولوا ايه؟ دايركت فايرال توكسيستي، هتعمل لك انفلاميشن وبعد كده ثرومبوزس وبعد كده اوتو اميون. ده هيبقى ريفلكتد عليا ازاي؟ مايوكارديال انفاركشن، رايت فنتريكولار انجري، فايرال مايو كاردايتس، انفلاماتوري مايو كاردايتس. يعني مايو كاردايتس بتحصل بكذا طريقه، يا فايرال يا بالانفلاماتوري ميديتورز، يا اما بالايه يحصل لك البوتس، بوستشرال اورثوستاتيك تاكيكارديا سندروم. وده في النهايه يعمل لك الاي اف والتاكيكارديا والاكيوت كورونري سندروم والكرونيك ثرومبو امبوليك مانيفيستيشن، وفي النهايه تلاقي العيان بقى في عنده ديس فانكشنال ديسنيا. مش كده وبس، ده قال لك ده، خد بالك شوف راسم لك الهارت اهو كأن حد حزمه بالكورونا، لكن بيقول لك ايه، ده كان مور امونج ذوز هو وير نوت هوسبيتالايزد. يعني مش شرط ان هي كانت تكون كورونا عنيفه والعيان دخل المستشفى عشان يبقى في عنده كاردو فاسكولار مانيفيستيشن، لا ده كانت بتحصل من غير كمان ما العيان يخش المستشفى. حلو، 20% بيحصل هارت دامج، هاي ريسك اوف هارت اتاك، وفي الاطفال كان بيتاخد سبيشالي في المالتي سيستم انفلاماتوري سندروم اللي احنا بنسميها ايه، ميس سي، مالتي سيستم انفلاماتوري سندروم اللي هي في الاطفال بيتاخد فيهم الهارت كمان. حلو، ودي بيبر تانية بتقول لك الاكيوت كورونري سندروم والمايوكارديال انجري والاريزميا والهارت بلوك والهارت فيلير والبلوراكارديال افيوجن والثرومبومبوليك مانيفيستيشن. طيب المايوكارديتس بتحصل بسبب الفاكسينيشن ولا بتحصل بسبب المرض؟ بسبب الاثنين، لكن المرض بيعمل مايوكاردايتس اكتر من الفاكسين. يعني دي دعوه ان احنا ناخد الفاكسين وما نخافش من المايوكاردايتس، يبقى ده كده الهارت. خش بعد كده على السي ان اس، السي ان اس برضه نفس الكلام، انفلاميشن على مستوى الجلايال سيلز بتلتهب، واحد، وهايبر انفلاماتوري وهايبر كواجلابول ستيت عشان الاندوثيليال انجري، فيزود الريسك بتاع الاستروك. تروح تكشف على عيان تقول له ايه ده جاله سي في اس وهو عنده كورونا، ده حظه سيء. هو حظه سيء بس مش عشان جاله الاثنين مع بعض، عشان انت ما عرفتش تربط ان الاثنين مع بعض مسؤولين عن الايه الكورونا. البلات برين بارير برضو نفس الكلام، بيحصل فيه دامج والليكوسايتس بتانفلتريت البرين، بتعدي من الانفلامد منينجيز، كرونيك انفلاميشن ان ذا برين ستيم، يعمل اوتونوميك ديسفانكشن، عن مش عارف ينام، عن مش عارف يقوم، مكسر مدغدغ. افكتس اوف لونج كوفيد، هتعمل لك كوجنيتيف ديسفانكشن، صح، اللي هي برين فوج. يبقى دي حاجات كويسه جدا، انا اتبسطت قوي وانا عمال بذاكر في البيبر دي. يبقى الكوفيد مع البرين بيعمل ايه؟ بيعمل المشاكل ديت، والكوندوي بتاعك عن طريق الايه الكريبري فورم بليت، وبيخش من الكريبري فورم بليت اهو والالفاكتوري نيرف، ويطلع بعد كده يضرب مين؟ الهايبوثالاموس، الاوركستريتنج سيستم. حلو، يعمل لك البرين فوج، يقول لك انا مش عارف اركز، صح. طب ايه الفاتيك بيحصل ازاي؟ نفس الكلام، بوسيبل كوز اوف فاتيك كرونيك انفلاميشن ان ذا برين، هيعمل لك نفس الكلام، والنيورو ماسكولار جانكشن يعمل لك نفس الكلام، السكريتال ماسل يحصل فيها ساركوليما دامج، فايبر اتروفي دامج، سايكولوجيكال وسوشيال فاكتور، كل الحاجات دي تخلي العيان مدغدغ ومكسر ومش قادر يسطب طوله ومش قادر يؤدي. وطلعوا بالترم مي سي اف اس، مي يعني مايولوجيك انكفالو مايلايتس، سي اف اس كرونيك فاتيك سندرو، صح، بكل الوصف اللي حضراتكم شايفينه ده. مش بس كده، قال لك ده كمان الاس 2 ريسبتور اللي موجود على الاندوكراين جلاند كلها بتتاخد. حلو، اديني بقى على مستوى بقى ايه سايكولوجيكال وفيزيكال افكتد. احنا ايه كروتنا الحته ديت ولا ايه؟ اندوكراينال افكشن اهو، يعني هيبقى في عندي افكشن على البيتويتري، وهيبقى في افكشن على السوبرارينال، وهيبقى في افكشن على البنكرياس، وفي بعض العيانين بقوا دايابيتك، هل ده من الاسترويد ولا البيتا سيل بطلت تفرز؟ كل دي لسه مجال ديبيت وكويتشنز لسه لم يتم الاجابه عليه. طيب خلاص اوكي، احنا اتفقنا بقى يبقى في عندي تشيست افكشن وبالمونري افكشن وراديولوجيك افكشن وهارت افكشن وكرونيك فاتيك سندروم ونيرف سيستم افكشن. هعالج ازاي الكلام ده؟ ولا حاجه، سيلف اشورنس بس. تقول لي بس في حته هنا مهمه لازم نتكلم عليها بقى، اللي هي البوست كوفيد فايبروزس. اديني بقى ايه من وقتك، خمس ست دقائق كمان. المانجمنت اوف بوست كوفيد سندروم زي ما اتفقنا، هيجي لك العيان تقلبه
تقلبه يعني ايه؟ تعمل السي بي سي والالكترولايتس والليفر والكدني والتروبونين والسي ار بي والدي دايمر والبي ان بي والفريتين عشان تاكسكلود ان في انفلاميشن. صح. وبعد كده تعمل كلينيكال ايفالويشن. جميل. وبعد كده تعمل سيلف اشورنس وتاكسكلود وتعالج سيمبتوماتيك. ودي برضو البريتش ميديكال جورنال طلعتها في 2020 اول ما الكورونا ظهرت. كرونيك فاتيج هنعمل ايه؟ ساعد العيان يعمل اكتيفيتي، يتحرك، اكسكلود الانكزايتي، اكسكلود الدبريشن، ابعته لحد بتاع سايكاتري. كل الكلام ده بيساعد. بيساعد. وتعمل بلانينج وبيسنج وبروتورايزيشن وبوزيشننج، شويه حاجات كده يعني احنا ملناش دعوه بيها قوي، بتوع النيورولوجي عارفينها كويس. بالنسبه لي انا بكح اديله دواء انتي تصف، مش عارف بينهج اديله مش عارف برونكو دايليتور، حطه على اكسجين، اعمل له بريزنج اكسرسايزز، لو كان في عنده ويزس ممكن تديله انهيلد كورتيكوسترويد، عنده تشيست بين ممكن تديله نون ستيرويد الانتي انفلاماتوري باراسيتامول عند اللزوم. حلو. وتعمل ريهابيليتيشن وتاخد بالك من الحاله النفسيه والمزاجيه بتاعه العيان. هنا بقى بنقول بوست كوفيد لانج فايبروزز ذات تسونامي وتش فولو ذا ايرثكويك. ده الكلام ده الهند هم اللي بيقولوا. دكتور حسام بيه مش حضرتك في اسبانيا المفروض النهارده ولا؟ الاستاذ الدكتور حسام حسني طبعا رئيس اللجنه العلميه واستاذ الصدر كليه الطب القصر العيني ومنورنا يا دكتور حسام، ربنا يبارك في حضرتك. البوست كوفيد سندروم اهوت يا جماعه، ده الاكوت فيز بتاع البانديميك، هيعدي 95% بيعدوا زي الفل، 5% كانوا كريتيكال ايل، من ال 5% دول 50% يبقى في عندهم بالمونري فايبروز. مش مهم عندي الارقام، المهم يا عم السي تي متبهدل ولا مش متبهدل. قول لي هاو تو فولو عيان عنده بوست كوفيد فايبروزس بحاجتين، بالديفيوجن اللي الحمد لله مش عندنا الاسطوانات بتاعته يا دكتور علاء، او بالهاي ريزوليوشن سي تي. حلو. الهاي ريزوليوشن سي تي حلو. حلو كويس. هوريك بقى حاجتين عكس بعض. ادي عيان جاله كوفيد في دي 9 ودي 11 الدنيا لمت، ودي 35 الدنيا بقت اخر حلاوه، يبقى ما تديش اي علاج وفولو العيان وانتهت القصه على كده، هيخف لوحده. اقول لك لا، خد الثاني اهو، اول ما جاله المرض بهذه الصوره، وبعدين بقى بهذه الصوره، وبعدين بقى بهذه الصوره، ده بقى فيه تراكشن برونكيكسز، وبقى فيه بريفرال هاني كومبينج، وفيه سيستيك تشينجز. طب انا بقى مين في دول واعمل ايه؟ خد بالك بقى، انا جاي النهارده احط لك النقط فوق الحروف. هنا بيقول لي الكوفيد 19 نيمونيا از ا سيفير بروفايبروتيك ريسك فاكتور. ريسك فاكتور ايرلي ديفلوبمنت اوف بروجريسيف فايبروتيك ليجن، هتعمل لك ديس او ترانسبلانتيشن، لانج فايبروسيس ذا مين كوز اوف ديس، ايفيدنس اوف كولاجين ديبوزيشن، لما خدوا بايوبسي كده وكبروها وجدوا ان في فايبروبلاستيك في الساي موجود، يعني فايبروس بحق وحقيقي. وثلاثة باثولوجيست بصوا على السلايدز وانكلاسيفايبل فايبروتيك باترن، مش عارفين ده ماشي مع مين، وبالاتش ار سي تي كان الكلام دوت موجود. طب هل دي ريزيديوال ابنورماليتي ولا ده اكشوال ريال فايبروزيس؟ هو ده السؤال. عشان انا هدي ادويه البعض بيقول غاليه جدا وحرام ان انا اديها، ولا ماشي بس على ديكساميثازون وانتهينا على كده ثلاث اربع اسابيع ولا شهر ولا شهر ونص؟ وجدوا ان العيانين بيتنيلوا على عينهم لو ما خدوش علاج، اهو الديفيوجن بيقل بالبرتقاني بعد 12 شهر. تقول لي طب ما هو بعد 6 شهور كان قليل. كان بعد 6 شهور وحش، وكنت متوقع ان هو يتصلح، ما تصلحش بعد 12 شهر، يبقى الديفيوجن وحش والتي ال سي وحش والاف في سي وحش، يبقى الفانكشن بالديتيريوريت، بيرزيستنت فانكشن التريشن 12 مانثس افتر اكوت كوفيد نيمونيا. دي حاجه كويسه ولا وحشه؟ وحشه جدا. الاتش ار سي تي نفس الكلام، كان متوقع ان هو يخف ويرجع للنورمال، ما حصلش. كويس. ايه بقى الحاجات اللي تخليك وانت قاعد حاطط رجل على رجل تقول الراجل ده هيتصلح او الراجل ده هيتنيل؟ في حاجات سهله نعرف نعملها. اولدر ايج ميل، البي ام اي عالي، السيفيريتي اوف انيشال انجري، كان في الاي سي يو، توصل على فنتليتور، كان في تراكشن برونكيكسز از ديستشارج، او في بعض الانفلاماتوري ماركرز زي الكي ال 6 او السيتوكاين كوكتيل او الام ام بي الماتريكس ميتالو بروتينيز 7 او جينيتكس. يعني عايز يقول لك ايه؟ ايديوباثيك فورم اللي احنا كنا زعلانين من امه وبنسميه اي بي. ده لما تقول لي يعني الفايبروزيس ده هينقي عيان كان في نيته
يبقى يو اي بي فراح عامل فيه الاكستنسيف فايبروزس اللي ملوش علاج دوت. حلو. وهنا بيوريك ادي الكي ال 6 ده لما تبعوه في العيانين اللي ديفلوبد فايبروزس كان مستواه اولسرو عالي، فبالتالي قال لك الكي ال 6 ده ماركر، وده بيتباع كيتس بتتباع يعني ممكن تقيس بيها الكي ال 6 عشان يبريدكت اذا كان العيان ده هيبقى في عنده فايبروزس ولا ما عندوش. حلو. سيفيريتي اند بيرسيستنس اوف الفيولار ايبيثيليوم اي موديلنج. طيب يبقى ديت البريدكتورز بتاعتي الادفانسد ايج والسيفيريتي والسموكينج والالكحوليزم واللينس اوف هوسبيتال ستاي والميكانيكال فنتيليشن. اخطر تو سلايدز جايين، فينو تايبنج اوف بالمونري فايبروزس بوست كوفيد. اول فينو تايب اسمه ايرلي اوتو انفلاماتوري فينو تايب. ايرلي اوتو انفلاماتوري يعني ايه؟ ايرلي اوتو انفلاماتوري يعني زي ما انت شايف كده هيبقى البري دومينانت ليجن هو الجراوند جلاس اوباستي، وشكله السبب فيه هو الليمفويد انفلتريشن وانفلاميشن، والاورجنايزنج نيمونيا هي المين سيليانت فيتشر، وده بيحصل في حوالي 50-60% من العيانين. ايه الميكانيزم؟ اهو انفيجن اوف ايبيثيليال كومبوننت وانفيجن اوف اندوثيليال كومبوننت. عشان كده الاميونوميدولاتري والثرومبو امبوليك بروفيلاكسيس هو ده اللي هيفرق في المانجمنت. ده اسمه ايه؟ ايرلي اوتو انفلاماتوري. الفينوتايب الثاني اسمه ايه؟ ايرلي فايبروتيك فينوتايب. فايبروتيك فينوتايب ده بيني وبينك كده يقول لك ده اللي عنده جينيتك بريدسبوزيشن انه يقلب، مستني على حد بيتلكك له وعنده شورت تيلومير اللي هو بتاع الجينيتك بريدسبوزيشن ليه الاي بي اف العاديه بتاعتنا اللي هي اليو اي بي. حلو. وشكله بدا يقلب على هاني كومبنج وسيستيك تشينجز. وادي هنا اهو بيقول لك ادي البري كوفيد كانت اللنج مش قد كده، والاكوت كوفيد كانت وحشه جدا، والبوست كوفيد فيها سيستيك تشينجز والتراكشن برونكيكسز، والفايبروزس بقى وارد لان في عندي بري فايبروتيك كاسكيد. يبقى ده عامل زي واحد بيجر شكل واحد. بيقول له انت متاكد ان ما حدش جاب سيرتنا لحد دلوقتي؟ قال له احنا مستنيين حد ينكشنا بس يا كبير. اهو ده نفس الكلام اللي هو 1% من العيانين عايزين يقلبوا من جينيتك ليو اي بي. وهنا دي استادي شغالين فيها لحد دلوقتي اسمها بوست كوفيد انترستيشال لانج سندروم، اهيت بتوريك ان معظم العيانين كان في عندهم فايبروز بس بيرسبوند، وكان قليل قوي اللي كان واخد اليو اي بي بروبابل وديفينيتيف باترن، والانديترمينت كان 6% و11% كانوا ان اس اي بي او اورجنايزنج نيمونيا، ودول لما بياخدوا الاسترويدز بيخفوا عليها. يبقى وان سايز داز نوت فيت اول. وهنا بيوريك ليه العيان ده يبقى فايبروتيك وده لا، عامل زي الكلويد يا جماعه. العيان لما بيتعور في واحد جرح بتاعه يخف ويقب والتاني يخف من غير ما تحس بيه، ده نفس الكلام كده. يبقى الكورتيكوستيرويدز الديكساميثازون جولد ستاندرد، بس مش لما تشوف في عندك سيستيك تشينجز وتراكشن برونكيكسس. كولشيسين بنتكلم عليه لو في جي جي او ممكن نديه لمده شهر 500 مايك كل 12 ساعه. كولشيسين انتي انفلاماتوري وانتي فايبروتيك، وادي الميكانيزم بتاعته. هنا بقى بيوريك ادي ايه الباثوجينيسيس بتاعه البالموناري فايبروزس، كلها سببها الخليه الوحشه قوي دي اسمها فايبروبلاست. جينيتك والايجنج لو دخلوا معايا في القصه يبقى انا بتكلم على حاجه اسمها يو اي بي، والسيفيريتي بتاع اللنج انجري، الاميونوميدوليتور والننتدينيب والبرفينادون، وعامل عليهم كويتشن مارك عشان ما حدش يديهم، دي ادويه غاليه مش بنديها الا اذا كان يو اي بي باترن اللي احنا اتفقنا عليه. يبقى الاشرار الننتدينيب والبرفينادون الاثنين بيشتغلوا، البرفينادون انتي تي ان اف وانتي تي جي اف بيتا، والننتدينيب بيشتغل عن طريق انه بينهبت الفايبروبلاست، لكن طبعا الاسعار بقى. وهنا بيقول له لما تعرف ان مدخراتك قلت 15% وبعدين تفتكر ان انت ايه ما عندكش اصلا مدخرات. Recent study showed that all recent studies are false. The good physician treats the disease. The great physician treats the patient who has the disease. انا استاذن بس دكتور علاء في عندي 10 دقايق كده هاخد فيهم ال السيمبوزيا بتاعت ديفرت لاب.
بيتكلموا فيها عن حاجة هي بس عشان علاج البوست كوفيد عشان نبقى خلصنا الموضوع يعني. البوست كوفيد يا جماعه احنا عمالين نقول ان هي انفلاماتوري سايتوكاينز ورياكتيف اوكسجين سبيشيز وكلام من ده، طب ما ينفعش يعني نعالج الكلام دوت والعيان بتاعنا يتصلح ولا نفضل سايبينه كده منه لنفسه؟ الاجابه لا، ممكن تصلح على قد ما تقدر. الباراسيتامول عند اللزوم زي ما اتفقنا، واللي اهم من كده ان انت تنتنسيفاي الاكشن بتاع الانتي اوكسيدنت. فانا عايز اقول هنبيلد اب اميونيتي ازاي الكلام دوت هيتم، ورسم لكم البتاعه ديت اسمها ابلا ايه، الدواء بتاعهم اسمه فاهيتو، فقلت يلا حط ابلا فاهيتا دي عشان الناس تبقى فاكره الدواء بتاعه. هنقاوم ازاي الكورونا؟ الكورونا يا جماعه هنبيلد اب الاميونيتي، الاميونيتي بان احنا ننام كويس وان احنا ناخد عدد ساعات عمل محترمه، ما نبقاش اوفر، والاكل بتاعنا يكون فيه جميع الالوان، البرتقال والليمون والنعناع فيهم ماده اسمها هيسبرايدين، الهيسبرايدين ديت بتنترفير مع الفيروس ان هو يخش الخليه لانها بتكونجوجيت للاس 2 وبتنقص الانترفيرون جاما والتيومر نكوز فاكتور الفا، وبتنترفير مع ماب كاينيز. الليمون والبرتقال والنعناع حلوين جدا، بيقول لك اذا اصفر البرتقال اصفر وجه الطبيب. كوفيد 19 فاكسين طبعا ممكن يزود المناعه، عندنا مشاكل في التخزين بتاعته لكن الحمد لله تغلبنا عليها. ذا بيست فاكسين از ذات وان ان يور ارم. حلو، دخلنا في السيتوكاين ستورم وطلع رياكتيف اوكسجين سبيشيز، عايزين نصلحها. اللي ماشى في الاستروم في الستورم مش زي اللي ما مشيش فيها، هيطلع منها تعبان. هيطلع منها تعبان، يبقى انا محتاج ان انا ايه افويد البوست كوفيد سندروم. دكتور مدحت طبعا فاكرنا انا مادي، كلنا ماديين واحنا عايشين غير بالفلوس بعد ستر ربنا يعني. طيب الانتيوكسيدنت هنديها عشان تعالج الرص اللي طلعت واتفرزت في الدم من الانفلاماتوري كاسكيد اللي حصل على مستوى اللنج. هندي لاكتوفيرين، لاكتوفيرين عشان يدي اميونيتي مش عشان يعالج البوست كوفيد. لكن البوست كوفيد لو عايز تدي هتدي فيتامين سي وهتدي الزنك وهتدي السيلينيوم. حلو، اللاكتوفيرين يا جماعه سريعا كده، احنا في عندنا دواء جديد اسمه فاهيتو، اكياس تركيز اللاكتوفيرين فيه 100 ملي جرام. اللايبوزوما اللاكتوفيرين بيتكلموا عليه في البروفيلاكسز والتريتمنت اجينست الكوفيد عن طريق انه بيكونجيوجيت الريسبتور بتاعت الاس 2 فبيمنع ان الفيروس ياتاتش للسيل ويخش. سبع صنايع والبخت ضايع للاكتوفيرين، بدا يتشهر اليومين دول بسبب الكوفيد. بيشتغل عن طريق ان هو يبقى انتي فايرال، انتي انفلاماتري، انتي بايوتيك، مش بوتنشال انتي بايوتيك، هو ادجوفنت للانتي بايوتيك، انتي بايوفيلم، بيجيب النيوتروفيل وبيصلح الدنيا. حلو، البيولوجي اوف لاكتوفيرين كويس جدا، ايرن بايندينج بروتين، لاكتوفيرين سبلمنتيشن اسوشيتد ويز بوتنشالي بينيفيشال اوت كم ساتش اس فيور لوور ريسبيرتوري انفكشن. يبقى دي معلومه مهمه، ان انا ممكن انقص الريسبيرتوري انفكشن عن طريق ان انا اعمل بوستنج للاميون سيستم. وطبعا هنا بيوريك الدور بتاعه على مستوى الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف، مش هناخدها بالتفصيل. وهنا بيوريك قد ايه اللاكتوفيرين مي بي ا بروتكتيف ان هوست ديفنس اجينست سارس كوف 2، والكلام ده زي ما حضراتكم شايفين في ايه 2020. Airway surface liquid from smokers promote bacterial growth and biofilm formation via iron lactoferrin imbalance. اللاكتوفيرين لما يقل الاكزاسيرفيشن بتاعت السي او بي دي بتزيد، وبالتالي وجدوا ان العيانين اللي سموكر عندهم اكسس ايرون ريليز تو لاكتوفيرين كومبيرد تو نون سموكر. يبقى اللاكتوفيرين لما اتحط للسموكر بال هيديكريز البكتيريال جروس. ده حلو جدا، يعني بيعلي المناعه. بيعلي المناعه. ايه كمان؟ بيشتغل كانتي فايرال، انتي فايرال بروبرتيز، بيمنع الكومن فايرال انفكشن، وزي ما حضراتكم شايفين اهو بينهبت سواء الكومن كولد سواء الانفلونزا، بينهبت الايه؟ الفيروس جروث في الكومن كولد والانفلونزا، بيعمل ريدكشن للكومن كولد لايك سيمتومز، كل ده عن طريق تحسين جهاز المناعه وبيريديوس اللنج كونسوليديشن. حلو، يبقى الرول اوف لاكتوفيرين زي ما اتفقنا بيشتغل على الفيروس والفنجس والبكتيريا، لكن مش بديل عن الانتي بايوتيك، هو بيبوست الاميون
سيستم بهذه الكيفية طبعا، وكله عن طريق النيوتروفيل والناتشورال كيلر سيل. يبقى ليه انتي فايرال وميدولاتري وانتي اوكسيدان. اللاكتوفيرين بقى بتاع ديفرتلاب بيزد اون زير اكتيفيتي، يعني ايه اللاكتوفيرين انت بتديه بيبقى ماسك جزء منه في الحديد. ساتوريشن بتاع اللي موجود في السوق 30%، بيولوجيكال اكتيفيتي بتاع اللاكتوفيرين 70. اللي بيميز اللاكتوفيرين بتاع فاهيتو حاجه مهمه قوي، ايه هي؟ ان البيولوجيكال اكتيفيتي 92%. ليه؟ لان الايرن ساتوريشن اللي ماسك فيه 8% مقارنه ب 30% باللي موجود في السوق. كويس، وبالتالي يبقى انت لو اديته هيبقى اميونو ميدوليشن، انتي فايرال، انتي بكتيريال، انتي انفلاماتري، ايرن بايندينج كاباسيتي. هل هو لوحده في التركيز؟ لا، هو موجود معايا كمان الزنك، وموجود معاه فيتامين سي، وموجود معاه الايرن، وموجود معاه فيتامين بي، وكلهم زي ما حضراتكم عارفين بيحسنوا البي والتي لينفوسيتك فانكشن، وبيحسن الاميون سيستم. شكرا جزيلا. بشكر حضرتك طبعا، ده سؤال مهم جدا ومحترم جدا. الدي دايمر ملوش قيمه خالص. القيمه الحقيقيه زي ما حضرتك قلت ان انا في عندي جي جي او في الهاي ريزولوشن سي تي. وانس في جراوند جلاس اوباستي يبقى في انفلاميشن اوف لانج بارينكما. وانس في انفلاميشن اوف لانج بارينكما يبقى في انفلاميشن في البلاد فيزل. خلص الكلام. يو هاف تو اوت اوف ديسكشن. So long as there is infiltration of the parenchyma, I have to give anti-inflammatory, anti-coagulant. بس الفكرة كلها هدي بروفيلاكتيك من 4 لـ 6 أسابيع provided إن الريسك of bleeding قليل. يعني العقل مش مهم ولا ليه لازمة. الدي دايمر it is an inflammatory marker. يعلى أو ما يعلاش ما يفرقش معاي. أنا اللي يهمني الثرومبو inflammation. لا 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 نو اسف، ولا ليه اي قيمه ولا ليه ده لازمه خالص، مش هعمل له فولو اب. الدي دايمر ات از نوت ا جود نيجاتيف. الدي دايمر از ا جود نيجاتيف ان لو كلينيكال بروبابيلتي. انت هنا عمرك ما هتكون لو كلينيكال بروبابيلتي. ده المرض اشتهر بسمعته انه بيعمل هايبر كواجولابل ستيت. يبقى لو طلع نورمال او لو نورمال دازنت اكسكلود ات اول. حتى لو عالي ولا ليه لازم، حتى لو قل ولا ليه لازم. يس يو هاف تو. ولو عندك ريسك اوف بليدنج ممكن تنقص الدوز، لكن ما تحرموش ان هو ياخد انتي كواجوليشن. شكرا جزيلا. كويس حلو. تمام جميل صح كده تمام.